اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في القمه 117، ولانها القمه 117 الحقيقه النهارده ضيوفنا هيكونوا ضيوف زي ما قلت لحضراتكم ما قبل وفي الفقره السابقه، قلت لحضراتكم ان النهارده هيكون عندي ضيف كابتن النجم الكبير الكابتن زكريا ناصف. لاول مره انا الحقيقه بلتقي بيه طبعا هنا في شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن زكريا مشرف ومنور، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا سعادتي كبيره قوي يا اسلام، وبستعيد ذكريات 11 طبعاً. سنه من طبعاً. 2008 وانا بفتتح القناه هنا في اول ماتش كان الاهلي وروما. ذكريات جميلة جدا قضيت فيها 6 سنين هنا، ما تتصورش قد ايه. أول ما الأستاذ محمد العدل قال لي عايزينك قلت له طبعا جاي، بس هستأذن استاد البلد وأنا معاكم على طول. مشرف ومنور، مبسوط بيكم قوي، وإن شاء الله القناة دي نمرة واحد دايما، الأهلي نمرة واحد دايما يا رب، دايما الأهلي نمرة واحد. أشكرك جدا يا كابتن زكريا.